بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. يا رب نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء اليوم. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في أواخر سورة هود، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات سبق أن فسرناها في هذا البرنامج، ولكن لا مانع من استعادتها فنقول وبالله التوفيق. يقول الله جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لما ذكر الله في سورة هود اختلاف الأمم السابقة، بعضهم أو كثير منهم كفروا بالله عز وجل، والقليل منهم آمنوا بالله، وذكر سبحانه عاقبة المؤمنين وعاقبة الكفار في هذه السورة العظيمة، قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي أن لله حكمة في اختلاف الناس بين الكفر والإيمان والهدى والضلال، لله في ذلك حكمة، وهي الابتلاء والامتحان. ولأن الله خلق الجنة وخلق النار، ولكل منهما سكان، فالكفار يكونون في النار والمؤمنون يكونون في الجنة. هذه نتيجة الاختلاف بين الكفر والإيمان، وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يجعلهم كلهم مؤمنين، ولكنه سبحانه يريد أن يبتليهم ويختبرهم، وجعل لهم إرادة ومشيئة واختيارا، فهو لا يجبرهم على الإيمان، وإنما يجعل لهم الاختيار، لأن الجزاء مرتب على العمل من كفر وإيمان. ثم قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين. هذا الاختلاف لن يزول إلى أن تقوم الساعة، وهذا الامتحان لن يزول إلى أن تقوم الساعة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لم يختلفوا، فأهل الإيمان لا يختلفون، عقيدتهم واحدة ودينهم واحد والحمد لله، وإن اختلفوا في الاجتهادات فإنهم يرجعون إلى الصواب وإلى الحق بما أنزل الله عليهم من الكتاب والسنة. فهؤلاء هم الذين رحمهم الله،
فالذين لم يختلفوا اختلاف الكفار هؤلاء لأن الله رحمهم سبحانه وتعالى وعصمهم من هذا الاختلاف الضار. ثم قال ولذلك خلقهم، أي خلقهم سبحانه وتعالى للاتفاق على طاعته والاجتماع على دينه، خلقهم لذلك كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالذين رحمهم الله لم يختلفوا هذا الاختلاف. ثم قال ولذلك خلقهم، خلقهم للعبادة، خلقهم للاجتماع على الدين وعلى العقيدة الصحيحة. ثم قال وتمت كلمة ربك، أي القضاء والقدر، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله جل وعلا جعل هاتين الدارين وجعل لكل منهما أهلا، فالكفار مأواهم النار والمؤمنون مأواهم الجنة، ولا يسوي سبحانه وتعالى بين المؤمنين والكفار، بل لا بد أن يفرق بينهم في الجزاء كما افترقوا في العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. وكلا ثم قال الله لنبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ذكر في هذا الحكمة من هذا القصص الذي قصه الله على نبيه في هذه السورة من أجل أن يتسلى بإخوانه النبيين ويثبت قلبه ولا يتبرم من كفرهم ومن مفارقتهم، لإذا علم أن إخوانه من المرسلين من قبله حصل لهم مثل هذا وصبروا، فإن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر. ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه، يعني في هذه السورة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذه السورة فيها هذه الصفات الثلاث، هي الحق وفيها الموعظة.